السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف التقاطع في برنامج الانفراوركس. هقول له كومبوننت وهبدأ أرسم الطريق بتاعي من هنا بالشكل دوت، وممكن طبعا نكمل كده الطريق بتاعنا. هنخلص هندوس انتر او هندوس دبل كليك، ونلاقي اوتوماتيك عمل لنا التقاطع بالشكل دوت، لان هما الاثنين على نفس الارتفاع. ممكن نيجي هنا نعمل سيلكت على التقاطع اهوت، هو بقى بيجيب لي الاجزاء، تقدر تمسك كل جزء تعدل فيه زي ما انت عايز، تعدل المسافة من هنا بالشكل دوت، بحيث بس ان السيارة ما تقفش في المسار دوت، لا تقدر تدخل كده وتكمل طريقة عادي. وهنا تقدر تحدد التيرن انجل قد ايه، وتقدر تغير الشكل لو انت حابب، الكيرف الريديس بتاعك تقدر تعدل فيه. بالشكل دوت، فتقدر تخصص كل جزء فيه. طيب لو انا التقاطع دوت عايز اغير، بدل ما هو دوار ممكن اروح اعمل سيليكت عليه كله، رايت كليك واقول له حوله لي الراوند، وينفع برضو العكس. أصبح دوار أهو بالشكل دوت. طبعا دوار تقدر برضو كل جزء فيه تعدل فيه زي ما انت عايز وتحدد المسافات. طيب ممكن نيجي هنا ونحول له انترسكشن، يتحول معانا عادي. تقدر تتحكم هنا في السنتر بوينت، تقدر تتحكم في كل الخصائص بتاعت الدوار. لاحظ ان هو لو في اي حاجة محتاجة تعديل هو بيعدلها اوتوماتيك. طيب لو انا الطريق دوت عايز اخليه زي نفق او كوبري، اقدر اتحكم في الكلام ده برضو. نعمل سيلكت عليه ونقول له هنا ان احنا عايزين ندخل في البروفايل فيو. زي ما انت شايف تقدر ان انت تحدد من هنا وتمشي بالشكل دوت، تمام، او برضه تحدد من هنا وتتحرك. ممكن تيجي هنا وتقول له ان انت عايز تغير مثلا الارتفاع بتاع دوت، بحيث تعمل زي كوبري او تنزله وتخليه نفق، بحيث ان احنا نلغي التقاطع، بحيث ما يبقاش فيه عربيات بتقف هنا، لا على طول تعدي من فوق الطريق بالشكل دوت. تقدر تطلع اكتر بحيث ايه ان انت تدي مسافة اكتر، هو هيبدأ يظبط لك كل المواصفات زي ما انت عايز.